السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الحادي عشر من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن البلوكس في الـ HTML. قبل ما ننطلق في هذا الدرس الحادي عشر نعمل إطلالة خفيفة عن درس رقم 10 في الـ HTML اللي قلنا اللي تعلمنا فيه ليليست. ليليست قلنا أنه ثلاث أنواع رئيسية من ليليست اللي هي الـ In Ordered List اللي هي عبارة عن واش هي عبارة عن ليست اللي فيها عناصر واللي مارك تاع العناصر هادو يكونوا سوا دي ديسك سوا دي سوا نون صافي دير ما كانش اوكين مارك سوا يكونوا دي سيركل سوا يكونوا مربعات صافي دير دي سكوير. وتعرفنا اوسي على الاوردر ليست. الاوردر ليست هي لا ليست المنظمه وبلي ايتيليزي في الاتش تي ام ال سو فورم الفابيتيك او بيان نيميريك صافي دير نيميروتي. وعرفنا كذلك التيب الثالث اللي هو الديسكريبشن ليست. الديسكريبشن ليست هذه باغ اكزومبل تكون عندك دي زاليمون تحب دير لهم لا ديسكريبسيون في لا ليست هذه تاعك. وقلنا باللي ثالث حاجه اللي اخر حاجه اللي قلناها هي انه ان ليست تقدر تكون تحتوي على ان نوتر ليست صافي دير ليست امبريكي دون زي نوتر ليست. ان شاء الله في هذا الدرس سوف نتعلم عن البلوكس. دونك قبل ما ننطلقوا نقولوا كيف واش هو البلوكس وكيفاش نكريو بلوك في البلوكس في الاتش تي ام ال خلينا نعملو دو ديفينيسيون برينسيبال في هذا الكور اللي هي هو نديرو ان بتيت كومونتير بالمناسبه هذه كومونتير اتش تي ام ال. دونك كومونتير الاول الحاجه الاولى اللي لازمنا نعرفوها هي انه توت لي زاليمون دو اتش تي ام ال يتقسموا الى نوعين. النوع الاول هو البلوك البلوكس ليفل اي ليمنت. والنوع الثاني في هذا النوع كاينين برينسيبالمون على راس القائمه هي ديف ابري جي لا باليز هيد ابري يجيو لي زوتر باليز باغ اكزومبل كوم كوم لا باليز باراغراف اكسيتيرا. ثاني حاجه لازم تعلموها في هذا الدرس هي انه التيب الثاني من لي زاليمون في الاتش تي ام ال هي الان لاين element. فوالا وفي الانلاين element هذه برينسيبالمون نلقاو لي سبان على راس القائمه كوم ديف في تيب الاول. وابري نلقاو باغ اكزومبل لا باليز ا تاع لي لينك باش نكريو لينك نلقاو باغ اكزومبل امبيد نلقاو باغ اكزومبل لونا بوكو باغ اكزومبل كيفاش نديرو ليا كيفاش باغ اكزومبل نمبورتيو حاجه من اليوتيوب. Voilà, on a beaucoup, d'autres éléments et on peut les utiliser dans ce type الثاني. Donc, باختصار شديد, احنا باش نكريو بلوك في ال HTML, soit نستعملو التيب الاول, le bloc level element, اللي هو l'élément du bloc de niveau, type الاول تاع les éléments. على راس القائمه ديف. ديف برينسيبالمون حنا كي نقولوا باش نكرييو ان بلوك في الاتش تي ام ال نستعملوا لاباليز ديف. يعني واش معناتها نستعملوا لاباليز ديف؟ نستعملوا لاباليز ديف لانه لاباليز ديف تعتبر هي الكونتينر تاع توت لي زاليمون في الاتش تي ام ال سواء لي هيت سواء لي باراغراف سواء لي سبام سواء لي ا لي باليز ا ولا لي باليز ام دي. دونك توت ميم سي لي زوتر كي سي با نوتي ايسي. دونك هذه تعتبر هي الحاويه للعناصر ال اتش تي ام ال. بار اكزومبل باش نفهموا المعنى الحقيقي تاع حنا كي حنا بار اكزومبل كي نحبوا نقولوا نكريو بلوك في ال اتش تي ام ال سوا نكريوه بالتيب الاول من العناصر ولا نكريو بالتيب الثاني من العناصر. التيب الاول من العناصر نستعملو برينسيبالمون ديف وهي اللي تكرينا فعلا بلوك. والتيب هذا تاع البلوك اللي راح تكريوه هنا يحتوي سي جوست يحتوي على لي زاليمون تاع الاتش تي ام ال. دونك نديرو ان بتيت باراغراف ايسي باغ اكزومبل نهزو الباراغراف هادية هنا سي جوست خصنا نديرو اون باراغراف انو حنا قلنا هادي لاباليز تحتوي
juste du paragraphe, comme ça. Donc, on a un paragraphe, une balise div. Balise div, à l'intérieur de cette balise div, créé un paragraphe ou un paragraphe qui est là. Par exemple, on a besoin d'une autre balise qui est un head. Un head, on a un titre. Titre. Le paragraphe, on a un titre. Par exemple, là, c'est du mythe. Orange. Angolo orange. Donc, pour le moment, on a créé un bloc qui est un conteneur. يحتوي على دوز اليمون دو اتش تي ام ال. عندك ليليمون نيميرو ا اللي هو انهيد اللي هو العنوان تاع هذه الفقره، وعندنا الفقره تاعنا. دونك هنا نسجلوا ونشوفوا النتائج واش حتعطينا. دونك هنايا رانا شفنا، هنا رانا نشوفوا اورانج مي اورانج افيك هيد، وهنايا الباراغراف تاعنا اللي كتبنا هنا نشوفوا باللي شوفوا البلوك تاعنا ما راهوش يبان. دونك كاينه خاصيه اخرى في هذا الكونتينر تاع لي زاليمون اللي ينتمي الكونتينر هذا اللي ينتمي للتيب الاول من العناصر في لغه ال HTML، مي هو ما يتطلبش لي زاتريبي، ما يحتاجش لي زاتريبي. واش يحتاج برينسيبالمون؟ دو بروبريتي نيسيسير اللي هما لي كلاس و ستايل. ستايل هذا اللي هو لو ستيل، لو ستيل اللي رايحين به نقدروا نحددوا البلوك هذا اين هو، اين يتواجد البلوك هذا. يقدر اي واحد يتساءل، نحن رانا نحكيو على البلوك، كرينا بلوك تاع دي زاليمون، مي البلوك هذا ما قاعدش يظهرنا في الصفحه. دونك باش نظهروه نديرو لو جيست ان باك جراوند، نديرو ان باك جراوند يعني خلفيه لهذا البلوك. باغ اكزومبل نديرو ان كولور 114، فوالا نورجستري ونسجلو. فوالا درنا البلوك تاعنا. هاو البلوك تاعنا الحدود تاعو مع انه يحتوي على هيد ويحتوي على باراغراف. دونك هنا سي جوست لا كولور تبان لي شويه. نعاودو باغ اكزومبل هنا نديرو كولور، كولور باغ اكزومبل نمدو اورانج. اورانج بالمناسبه باش نزيد نحكيو على حاجه، انه حنا هنايا رانا نشوفو بلي هنا كي استعملنا لا بروميير بروبريتي بليز امبورطون بور لا باليز ديف، تنتمي للتيب الاول من العناصر HTML، يعني كي نشونجي باغ اكزومبل الكولور تاع التكست نشوفو بلي البلوك كامل تغير الكولور تاع التكست. باغ اكزومبل كي نحبو نديرو ان اوتر بروبريتي باغ اكزومبل تكست لاين نعطيوها سونتر، نلاحظو اوسي انو ليكريتور كامل تتسونتر، سواء تاع الباليز الاولى سواء تاع الباليز الزوجه كلها تتسونتر. وهذا هو، وهنا تدخل قوه البلوك في HTML. علاش هذا البلوك يستعملوه يعني لاباليز ديف هذه، علاش يستعملوها ونقولوا نكريو ان بلوك في HTML؟ هنا تدخل قوه البلوك في HTML، على اننا كي نحكموا نديروا لها ستايل، ميم سي لو كان نديروا ان فيشي سي اس اس ونعيطوا لهذه ستايل، ولا نعي، ولا بالمناسبه قلنا باللي تتميز بدو ابروبريتي، قلنا ستايل هذا اللي كيما رانا نشوفوا تحكمنا في ستايل تاع البلوك. كاينه نوتر، النوتر بروبريتي اللي هي كلاس. في الكلاس هذه شنو هي؟ في الكلاس هذه تري امبورطون باغ اكزومبل نعطيو لها ان نيم باغ اكزومبل اريك. هذا درك النيم هذا يولي هو اللي ريبريزونتي لنا الديف تاعنا في فيشي سي اس اس. باذن الله كي نعملوا الدوره التامه والكامله والشامله عن لغه السي اس اس اللي هي اللغه اللي تمشي كوتا كوت جنبا بجنب افيك لونغاج اتش تي ام ال، راح نتعلموا كثير ونتصادفوا كثير بهذه الكلاس، لانها لا بروبريتي او سي تري امبورطون. بها نقدروا نديروا ان بوين اريك، ونقدروا نديروا ستايل تاع الديف هذه كيما رانا مانيبيليو ديريكتومون بالستايل من داخل لا باليز. دونك هذه اوسي نخليوها الدوره تاع تعلم لغه سي اس اس. لحد الان نبقاو مع ستايل. قلنا قوه البلوك في الاش تي ام ال هذا الديف هو تكمل في اننا كي نحبوا نغيروا في الديف هنايا في الانتيريور تاع لا باليز، ليكريتور كامل تتبدل، ميم سي دون الهيد او بيان دون الباراغراف، ميم سي سي اون دي زوتر باراغراف راح تشونج بلو ميم ميثود. دونك هنا تدخل قوه الديف اللي تعني لنا البلوك في الاش تي ام ال. دونك هذه لا بروميير ميثود باش نكرييو ديف في الاش تي ام ال. لا دوزيام ميثود باش نكرييو ان بلوك في الاش تي ام ال هي واش هي لا دوزيام ميثود؟ لا دوزيام ميثود هي سبان.
سبان هذه واش هي؟ سبان هذه نقدروا نعتبروها باغ اكزومبل باش نوضحوا المعنى الحقيقي تاع سبان. خلينا نجيو هنا ونهزوا تكست باغ اكزومبل هذا التكست فوالا نهزو هذا التكست باغ اكزومبل نجيو هنا درنا ان بيرا بالصوت على لين ونجيو هنا باغ اكزومبل نديرو شو جوست ان باراغراف نديرو ان باراغراف عادي يعني نبدا نشرحو بالتمام واش معناتها هذا الباراغراف واش معناتها هذا الباراغراف اللي درنا ولي كريتير هذه اللي كتبناها لانتيريور. حنايا كي نجيو نقولو دوزيام تيب حنا كي نقولو نكريو بلوك في الاش تي ام ال سوا بالديف اللي هي العنصر الاول في العناصر تاع التيب الاول من عناصر الاش تي ام ال، وكي نقولو نكريو بلوك ثاني يتبادر لاذهاننا نستعملو سبان. دونك فوالا دونك حنايا باغ اكزومبل في الباراغراف هذه حابين نديرو ان سبان ان سبان. حنا نخيرو سبان هذا وراح نديروه باغ اكزومبل نقولو نديرو سبان هنا سبان باغ اكزومبل هنا نزيدو لايك فوالا نغلقو سبان تاعنا. دونك حنايا شويه درنا سبان سبسكرايب وشير لايك درنا لهم سبان لاباليس سبان. دونك حنا باش نفهمو لاباليس سبان سي باراي كوم لاباليس ديف مكاينش ديفيرونس. دونك تعمل الميم لو ميم نفس الدور تعملو سبام كاين اختلافات. الاختلافات تكمل في انه الديف في الاش تي ام ال ولا الديف باش نكريو بلوك في الاش تي ام ال هي كونتينر تاع لي زاليمون في الاش تي ام ال ميم سي لي زاليمون تاع دوزيام تيب تاع لي زاليمون في الاش تي ام ال. بار كونتر لو سبام في الاش تي ام ال هي تكري لك بلوك فعلا تكري ان بلوك مي لو بروبليم سي كو ماهيش تحتوي على عناصر هي تحتوي على تكست يعني تسبامي تكست. باغ اكزومبل حنا نفرضوا بلي هذا التكست كامل حابينو لو ميم باكراوند حابينو لو ميم فوليم تاع ليكريتور حابينو لو ميم ستيل تاع ليكريتور خصنا غير نكتبو لاباليس سبام. وفي سبام هذه هنايا نجيو كيما العاده كيما بالمناسبه حكينا هنا على الديف عندها دوز اتريبي برينسيبال اللي هي الكلاس والستايل. ثاني سبام عندها دوز اتريبي اللي هي ستايل والكلاس. الكلاس رانا حكينا عليها وقلنا نخليوها للدوره لدوره التعلم لغه سي اس اس ونحكيو عليها بشرح اون ديتاي. في ستايل باغ اكزومبل كوم دافيتي نمدو ان باكراوند باغ اكزومبل نمدو ان باكراوند نمدو ان باكراوند باغ اكزومبل ريد بيا جرين فوالا ونرجستريو الخدمه تاعنا ونشوفو كيسكيل دون فوالا تخي بيان. دونك هنا واش نلاحظو هنايا باراغراف تاعنا كامل كرينا ان سبام. سبام هذا سبامينا فيه سبسكرايب ولايك وشير درنا لهم سبام. حبي يقول هذا درك مهما تجي تبدل هنايا تبدل سوا لا كولور باغ اكزومبل كون نجيو هنايا نديرو ان بوان فيرغيل نقولو كولور كولور اورانج نديرو كولور اورانج لاحظوا باللي الكلمه لو مو هذا لو مو هذا كامل يتشونجا لا كولور تاعها فير اورانج فوالا اون فوا. دونك هذه هي ليتيليتي هذه قوه سبام في الاش تي ام ال. قوه سبام في الاش تي ام ال هي تكريك بلوك انطلاقا من ستايل ابليكي على السبام نقدروا نغيروا توت الباراغراف اللي مديرين لها سبام. دونك هنايا باش نلخصوا هنا ديف قلنا هي عبارة عن كونتينر دي زاليمون وعرفنا قوة الديف تكمل في ستايل كي نجيو نشونجيو راح يصرا شونجمون كامل تاع لي كامل تاع لي زاليمون. بار كونتر سبام نفس التريك هي سبام تكرينا ان بلوك مي القوة تاعها كذلك تكمل في ستايل لي نابليكيوها على سبام. والسبام هذا قلنا هو عبارة عن كونتينر دي تكست يعني هي العناصر الضمنية في تكست ونقدروا نديرو غير نسباميو لي تكست يعني باش نزيد نتمكنوا مليح من المعنى الكامل لي ليليمون الاين. هادو لي ليليمون الاين قلنا باغ اكزومبل كوم لاباليز لاباليز ان نفرضوا باللي حنا كتبنا في هذا الباراغراف تاعنا نقولوا باغ اكزومبل هنا سبسكرايب ابري نجيو هنا صوت الالي باغ اكزومبل نديرو امبيرو عفوا نجيو هنا نديرو امبيرو ايسي
نجيو هنا نقولو باغ اكزومبل if you interested, if you are interested, if you are interested by, I'm gonna language bien donuts, par exemple donuts hesitate to visit, par exemple, mais channel in YouTube. Voilà, numéro 2 points. Et là, par exemple, là, c'est juste, حابين نشرحوا المعنى الرئيسي تاع علاش نسميوهم سبام. العناصر اللي العناصر تيب الثاني اللي هي الاين اليمنت باسكو تكون ضمنيه, يعني تكون ضمن تكست. يعني هذا هو الهدف يعني من هذا الدرس. الهدف الثاني من هذا الدرس, يعني الهدف الاول هو اننا نعرفوا لي بلوك كيفاش نكريو لي بلوك بالديف وبسبام. سبام سير لي تكست وديف سير لي زاليمون. وهنايا باش نعرفوا بلي هما لي زاليمون ضمنيين, هذه ديجا الارانا استعملناها, استعملناها في الدروس السابقه وتعلمنا كيفاش تخدموا ديتاي. باغ اكزومبل هنايا هنا عرفنا بلي هذه تكرينا لينك فير ان اوتر باج. حنا باغ اكزومبل نجيو للشانل تاعنا هنايا, نهزو جوست لو ليا هذايا ونحطو هنا جوست لو ليا, نكوبيو لو ليا تاعنا تاع الشانل ونجيو هنا نقولو له شانل لو نو تاع الشانل نيو فير جي وان. نيو فير جي وان ونرجستريو باغ اكزومبل. نقولو له هنايا نقولو له باغ اكزومبل ثانك يو فور واتشينغ. فوالا ثانك يو فور واتشينغ بوان على لين. زين نهبطو باغ اكزومبل نديرو ان بيراو هنا, في بيراو هاذي نقولو له فوالا نورجستريو هنا ونشوفو الى حد الساعة واش حتعطينا. فوالا تخي بيان, هذا واش حبيت انايا. باغ اكزومبل باش حاب نبين بلي باغ اكزومبل هنا عندنا سبام, هنا عندنا ان باليز لينك. باغ اكزومبل قادر يزيد نقولو له if you interested by lists in HTML donuts, نقوم تو فيزيت. نعاود نهزو هادي هنايا باش نربحو شي وقت. يوتيوب فوالا عطي لو دو بوا. افتر واتشينغ باغ اكزومبل افتر واتشينغ دو سون subscribe, share, by one share, like, voilà. On a deux points, par exemple, j'ai un an, un bidali, voilà, très bien. Ok, on a par exemple, j'ai un bin, on a un bin, le معنى الرئيسي, les éléments online, flash html, on a qui me gouna à cerci, à dénater, on a cerci, par exemple, les listes, نجيو هنا لي ليست. هذا التيتوريال تاع لي ليست في الاش تي ام ال. حنا نقولو له ما ترددش الا كان مانتيريسي باش تعرف لي ليست في الاش تي ام ال وشنو هما, ما ترددش طلع على هذا الفيديو بلي راح يفيدك ويفيدك بشكل كبير. نديرو هنايا نكتبو جوست ان دو نونريجستري الخدمة تاعنا. دونك هنايا دونك نشرحو خطوة خطوة واش قاعد يصرى. طري بيان هادي هكذا.
دونك هنا باغ اكزومبل هذه حبينا تهبط نديرو لها جوست هنا بيرو بيرو ونرجستري الخدمة تاعنا ابري نهبطو فوالا تري بيان. هذا هو المقصود من هذا الدرس. دونك هنا نلاحظوا هذه كامل باراغراف. في الباراغراف هذا هذا التيب الثاني من الزلامه. في الباراغراف هذه كامل اش درنا؟ دونك هنا كون لاحظوا شوف باراغراف وين تخلص، تخلص حتى اللايك، يعني باراغراف هي بدات من هنا مندو خلصت في لايك. ان باراغراف واش درنا؟ درنا عناصر ضمنيه في هذا الباراغراف. العناصر الضمنيه ان سبان، درنا فيها ان لينك، ودرنا فيها ان امبيدد، سي عناصر ضمنيه. والعنصر الرئيسي اللي يسمح لنا باش يدير سبان للتكست هو سبان. نحبوا نسباميو اي تكست ونغيروا له الباك جراوند، الفوليوم تاع التكست، الحجم تاع الخط، شكل الخط كيفاش راح يكون. دونك نسباميو، هذه قوه سبام في قوه سبام في الاتش تي ام ال. كذلك قوه الدي في الاتش تي ام ال تكمن في هذا الشيء. دونك هذه هي خلاصه القول. ولي دو تيب هذو برينسيبالمون تعلمنا منهم وش هو لي دو تيب هذو برينسيبالمون تعلمنا الديف والسبام، اللي هما دي زيليمون برينسيبال اللي يديروا لنا لي بلوك، اللي يعملوا لنا لي بلوك في الاش تي ام ال. دونك جو بونس بلي نكتفي عند هذا القدر من من هذا الدرس، لانه الهدف من هذا الدرس هو تعلم السبام والديف وكيفاش نكريو لي بلوك. دونك ستايل نخليوه لدرس الستايل، يعني كيفاش نغيروا في ستايل تاع باغ اكزومبل تاع نتحكموا في ستايل في شكل في الديزاين والديسبلاي تاع لي زاليمون هادو تاع البلوك هذا. باغ اكزومبل هذه وين تجي؟ تجي في الميليو، تجي اغوش، تجي ليفت. باغ اكزومبل هنا سبام هذا واش نسباميو؟ سباميو كلش، سباميو غير النص. دونك هادو جو بونس خليهم لدورة تعلم لغة السي اس اس. هذه دائما نقولها ونعاودها باسكو هي الدورة اللي تسمحنا باش نديرو احنا هنايا في لاش تي ام ال. نحوسو نسيو نتعلمو ستراكتر تاع الصفحة، كيفاش نبنيو عفوا كيفاش نبنيو ستراكتر تاع الصفحة. دوك كيما رانا نشوفو هنايا، هنا كرينا بلوك. يخفاش بلي هنا في البلوك هذا ديف نقدرو نكريو دوتر بلوك، كيما نقدرو نكريو دوتر بلوك دوتر سبامي دوتر اليمون امبيد داخل هذا البلوك بعد. يعني تجي هنايا تقدر تكري انوتر ديف باغ اكزومبل هنا ديف ديف كوم سا سي با دير سي ديف. دونك انا غير برك نوضحو الفكره للاخوان انه نقدروا نديروا انوتر ديف هنا باغ اكزومبل. نقدروا نديروا انوتر ديف، وفي الديف هذه نقدروا باغ اكزومبل نحطوا ان باراغراف. فوالا نقدروا نديروا باراغراف، ونقدروا ميم سي نمبورتي باغ اكزومبل هنا هذا ولا هنا باغ اكزومبل نقدروا حتى هذه الباراغراف عفوا نقدروا حتى هذه الباراغراف هنا نديروها في انوتر ديف. في الديف هذيك بعد نقدروا نكريو انوتر ديف ونكتياليزي ونشوفو. دونك تمام، يعني كرينا انوتر ديف، يعني في الديف تاعنا الرئيسيه كرينا انوتر ديف اللي هي كتبنا فيها هذه الكتبه if you interested نيزيت با فيزيتي مي توتوريال في اليوتيوب. يعني هذا التوتوريال اللي هو في اليوتيوب وكرينا ديف في انوتر ديف. السلام عليكم واهلا بكم في هذا الدرس العاشر. دونك هذه هي ليتيليتي تاع الديف وقوه الديف يعني في الاتش تي ام ال، كما عرفنا كذلك قوه سبام في الاتش تي ام ال. دونك اتوقف عند هذا الحد من هذا الدرس الحادي عشر من لغه من دورة تعلم لغة الـ HTML اللي تعلمنا فيه لي بلوك. أتمنى أن الدرس قد اتضح عندكم وأن محتوى الدرس مفيد لكم. وإذا كنت أو كنت حقا استفدت من هذا الدرس، لا تنسى قبل أن تعمل كيت لهذا الفيديو أن تعمل ثلاث أشياء ضرورية. نعم، قبل أن تعمل كيت لهذا الفيديو اعمل سبسكرايب، شير لهذه القناة، إيجام لهذا الفيديو. نعم، اعمل هذه الأشياء الثلاثة قبل أن تذهب. وأهلا بك في دروس أخرى من هذه الدورة لتعلم لغة الـ HTML. بإذن الله سوف نتعلم في الدرس، سوف نواصل دورتنا في دورة تعلم لغة الـ HTML إلى الدرس الثاني عشر، واللي راح نشوف فيها بإذن الله أمورات وأشياء أخرى من فيما يخص لغة الـ HTML. دونك إلى ذلك، ومن حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.